لكم تعالوا اليوم نحكي على الغسول الزيتي. هواي اختلفت الآراء حول الغسول الزيتي. أكو بعض الأشخاص يراسلون على الصفحة يقولون إنه الغسول الزيتي حصلنا من عنده على فوائد حلوة وحصلنا من عنده على نتائج. وأكو بعض الأشخاص يقولون لا، إنه إحنا حصلنا العكس من الغسول الزيتي، صار عندي تهيج وصار عندي حمرار وصار عندي حبوب من استخدمت الغسول الزيتي. وهنا نرجع إلى طريقة الاستخدام الصحيحة. لازم نعطي طريقة الاستخدام الصحيحة للغسول الزيتي حتى نحصل من عندها على نتائج فعالة. السبب الأول من سوء الاستخدام الخطأ للغسول الزيتي إنه إحنا نستخدمه على بشرة رطبة، وهذا الشيء جدا غلط. لازم نستخدمه على بشرة جافة، لأن الهدف من عنده حتى نزيل بقايا الميك اب وألواق الشمس، فلازم على بشرة جافة. السبب الثاني والخطأ إنه إحنا ما نحول المنتج إلى مستحلب. لازم نحول الغسول الزيتي إلى مستحلب من نذيب الميك اب ونكمل. لازم نضيف له شوية ماي بحيث ونفركه بحركة دائرية بحيث يكون قوامه مثل الحليب، وبالتالي نحصل من عنده على نتيجة فعالة. ثالث خطأ إنه إحنا ما نغسله زين أو نغسله بماء بارد، وهذا الشيء ممكن أن يسد المسام وبالتالي راح يطلع حبوب. والخطأ الرابع إنه نعتبره غسول أساسي، ولازم هذا ما نعتبره غسول أساسي، نعتبره غسول ثانوي ضمن كورس العناية الخاص بينا. ويفضل أن يكون الغسول الثاني المستخدم ضمن الكورس هو فوم. ما يصير نستخدم من عنده كمية كبيرة، لأن ممكن أن يأثر على البشرة. إذا كانت بشرتك عندها مشاكل لازم تختار الغسول اللي والمها، مو نستخدم زيتي لأن هو حاليا طاش. تحياتي لكم.